لطالما سحرت هذه الجبال أعين الناظرين لها، ولطالما أغرم متسلقو الجبال بحبها. هي جبال تكتسي بالخضرة والبحيرات والشلالات والإطلالات الساحرة. نحن الآن في غريندلوالد، واحدة من أشهر القرى في الألب السويسري. ولكي أختصر على من يحب الاختصار وأفصل لمن أراد التفصيل، تركت في مقدمة الفيديو أهم المواقع السياحية في غريندلوالد، وتركت فقرة التفاصيل في آخر الفيديو. وجولتنا إن شاء الله ستكون ممتعة، فابقوا إلى النهاية. تطل قرية غريندلوالد على أشهر القمم في جبال الألب السويسرية، آيغر ويعني الغول، ومونش وتعني الراهب، ويان فراو وتعني جبال العذراء. وأطول قمة في هذه السلسلة الجبلية هي قمة يان فراو، وتتراوح ارتفاعات القمم بين 4200 إلى 3900 متر فوق سطح البحر. تقول الأسطورة المحلية أن جبل مونش الراهب يحمي جبل العذراء يان فراو من خطر جبل الغول آيغر. ومن قرية غريندلوالد هكذا تبدو الإطلالة على هذه الجبال. من الواضح أنه لا يمكن رؤية جميع القمم من الوادي، ولكن إذا صعدت بالتلفريك من وسط قرية غريندلوالد وإلى قمة فيرست، فإنك سترى إطلالة واضحة على كامل السلسلة الجبلية. وأنت على القمة وعلى بعد 30 دقيقة مشيا على الأقدام، وصلنا لهذه البحيرة الألبية، والتي تتمتع بهذه الإطلالات الساحرة. مناظر ساحرة لسلسلة جبال يان فراو. أسفل وادي قرية غريندلوالد الذي تستطيع المشي إليه أو الوصول إليه بالسيارة، يحتوي على مواقف السيارات هذه. بجنب هذه المواقف يوجد هذا الأخدود العميق يجري في قلب هذا الوادي، هذا النهر، والذي ومن المتوقع أن يجف تماما بعد 50 عاما من الآن. مثل ما ذكرت لكم في سنة 2050 يتوقعون أن هذه الأخاديد تكون خالية من المياه، والسبب الاحتباس الحراري أو بارد الاحتباس الحراري أثرت على كمية ومنسوب المياه اللي تجري داخل هذه الأخاديد.
ظاهرة الاحتباس الحراري. خلونا نتخيل أن الكرة الأرضية يغطيها لحاف، اللحاف هذا هو الغلاف الجوي. تخيلوا أن الحشوة اللي داخل هذا الغلاف بدلا تكون الصوف هي الغازات الحارة أو الغازات المسببة لارتفاع درجة الحرارة، لكن هذه الغازات إذا زادت عن المستوى الطبيعي ممكن تشكل اللي هو الارتفاع الحرارة وظاهرة الارتفاع الحراري اللي نشهدها اليوم. من أشهر الوجهات القريبة لغريندلوالد والتي يمكنك الوصول لها بالسيارة، أولا بحيرة بلوسي، وهي بحيرة صغيرة لصيد الأسماك. وخلفها هذا النهر الجاري، المكان هنا يتمتع بهذه المناظر الجميلة. وأيضا بحيرة أوشينين، وهنا يمكنك الاستمتاع برياضة التجديف حول البحيرة أو التمتع بتسلق القمم المجاورة. وأيضا ومن المناطق التي لا تبعد بعيدا عن غريندلوالد هذا الشلال الذي يبلغ طوله 600 متر تقريبا، واحد من أقوى شلالات سويسرا. وإذا عدت من جولتك الصباحية للأماكن المجاورة فلا تنسى التمشي على ضفاف نهر غريندلوالد، المكان هنا غاية في الروعة وقمة الجمال. غريندلوالد من وجهة نظري بصراحة تتميز بعدة خواص تجعلها أفضل مكان للإقامة لقضاء إجازة الصيف. في الحقيقة إذا أنت تحب تكون في منطقة واحدة لكن هاي المنطقة تكون فيها كثير من الأمور، أو أنك أنت تحب تكون في القرية اللي ساكن فيها أنهار كثير أو بحيرات أو شلالات، هذا كله موجود في غريندلوالد، ممكن تستفيد منه أو تستمتع بنفس هذه الطبيعة الموجودة في غريندلوالد. النقطة الثانية أن غريندلوالد تتمتع بجو معتدل أو بارد نسبيا في الصيف. الشيء الثالث، المنطقة مهيئة سياحيا، يعني القرية بتلقى فيها وايد محلات سوفينيرز، مطاعم، كوفيات، أيضا بتلقى كثير من التلفريكات الموجودة في المنطقة، يعني ممكن تصعد إلى قمة فيرست، هناك في قمة أيضا موجودة نسيت اسمها بالضبط، بكتب لكم اسمها لأن اسمها صعب. ممكن من غريندلوالد تنطلق على اليونفرو يوبراخ، إن شاء الله أني نطقت اسمه صح، بحط لكم بعد الاسم. فالمنطقة محاطة بكثير من التلفريكات التي يمكنك أخذها والصعود عن طريقها إلى القمم المجاورة، والتي تتمتع بإطلالات ساحرة على وادي ليبرتينو وقرية غريندلوالد وكذلك بعض القمم المجاورة. اليوم احنا في محطة تيرمينال الجديدة في غريندلوالد. المحطة هذه فيها تلفريكات توصلك لمكانين مختلفين، اليوم نختار واحد من هالأماكن. وهنا المكان مليء بالمسارات الجبلية. غريندلوالد تعتبر منتجع طبيعي، يعني تقدر تحصل وايد أماكن طبيعية، مماشي طبيعية نفس هذا الممشى اللي حين أنا فيه، تسوي فيه هايكينج وتتمشى وتستمتع بالطبيعة. فلمحبين الهايكينج والطبيعة وهذا بتكون غريندلوالد طبعا وجهة جدا ممتازة لهم. وصلت القمة الحمد لله، وشايفين المناظر 360 درجة، هذه المناظر اللي بتشاهدونها من الأعلى. ما
الجميل بعد في هاي المنصة شوفوا حاطي لكم صورة توضيحية فيها ارتفاع بعض القمم الموجودة في الزاوية اللي انت واقف منها، مثلا هني في كذا جبل ذاكرين اسمه وذاكرين ارتفاعه عن سطح البحر. يمكنك ايضا اخذ هذا التلفريك والذي سيوصلك لمحطة يانف رايو براخ. طبعا مثل ما شايفين القنبلات رايحة طالعة ونازلة، والحين بندخل السحاب بعد شوي. هذا القطار يقطع جبل ايجر ومونش في رحلة تعد واحدة من أطول وأعلى الارتفاعات التي يمكن للقطارات في العالم أن تصل إليها. ومن المنصة العليا في يانف رايو براخ يمكنك مشاهدة النهر الجليدي ألتسش. يبلغ طول هذا النهر 23 كيلومتر، ويعد من أكبر الأنهار الجليدية في أوروبا، ويغطي مساحة تقدر ب 81 كيلومتر، أي تقريبا بحجم جزيرة صير بنياس في دولة الإمارات. كما تبلغ سماكة هذا النهر 900 متر، أي بطول برج خليفة في دبي. عرض النهر 1.5 كيلومتر، ومعدل جريانه 180 سنتيمتر في السنة، وهو واحد من المواقع المدرجة تحت قائمة اليونسكو. يتكون النهر الجليدي بعد مئات السنين، ثلج يضغط فوق بعضه، الطبقات اللي تحت تنضغط وبالتالي ينفذ منها الأكسجين، وتتكون الطبقات اللي هي الجليدية السفلية. هاي العملية تستمر مئات السنين لين تتشكل هاي الأنهار الجليدية، وبسبب الاحتباس الحراري هاي الأنهار الجليدية قاعدة تخسر بشكل كبير مياهها، وتقريبا عند سنة 2100 يقولون أن 90% من الأنهار الجليدية الموجودة في جبال الألب قد تختفي. طبعا في محطة يونيفرو ياس موجودة هنا في أنشطة وايد، مثلا القصر الجليدي اللي الحين سايرين له، وايضا مثل ما شفنا المحطة هاي اللي فوق اللي تقدر تشوف منها النهر الجليدي ألتسي. طبعا هذا هو القصر الجليدي موجود هنا، تلاحظون الجليد كله مبني وطراغ النهر الجليدي. اتوقع ان هذا القصر جزء من ألتسي، نهر الجليدي ألتسي. في هذه الخريطة الآن دعوني أستعرض لكم الأماكن من جوجل إيرث ليكون عندكم فكرة أوضح عن جغرافيا المكان. وهنا نصل معكم أعزائي لنهاية تغطيتنا عن وادي غريندلوالد، أشهر وادي في الألب السويسري. أتمنى أن تكون هذه التغطية عجبتكم أعزائي، وإلى حين نلقاكم دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.